تخلو أي دورة من دورات المجلس الجماعي للدار البيضاء دون أن تطرح نقاط تتعلق بانتداب شركات التنمية المحلية لتدبير بعض المرافق التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي. كنظن بما أنه إحداث ديال واحد المجموعة ديال 7 أو 8 ديال شركات التنمية المحلية، كنظن أنه من الطبيعي أنه نتتبع لها مجموعة ديال الخدمات اللي كانت كتقدمها المجالس المنتخبة بصفة عامة، وكنظن هذا هو المنطق علاش تخلقات هاد شركات التنمية المحلية. هو منطق ديال أنها تقوم بخدمات اللي كانت كتقوم بها المجالس المنتخبة في أفق النجاعة، في أفق السرعة، وفي أفق النتائج تكون وتخفيف الثقل ديال العمل الإداري. السؤال، أنا ما عنديش سؤال، هو هذا هو لماذا انتدابها؟ انتداب نتائج الانتداب هو الأساسي، وهنا ما يمكنش نحكمه بصفة عامة لأنه الشركات ديال التنمية المحلية كتختلف من حيث الأداء. هناك شركات اللي فعلا عملها كيتسم تجيب يستجيب لطموحات وتطلعات المجالس المنتخبة، ولكن هناك بعض الشركات اللي فعلا أثبتت اليوم عدم قدرتها على مسايرة وعلى قيام بالعمل اللي خلقت من أجله. وهذا هو اللي خصنا تكون عندنا الشجاعة اليوم كمجالس منتخبة باش ناخذ القرارات الصعبة في هذا الباب. تقييم أداء شركات التنمية المحلية كان دائما مطلبا لمجموعة من منتخبي المجلس الجماعي للدار البيضاء للوقوف عن إيجابيات وسلبيات التجربة. الحقيقة هذه الشركات التنمية المحلية والرؤية ديالها والفلسفة ديالها فجات، احنا معاها، غير كتبقى بعض النواقص اللي خاصها تجسد على ارض الواقع. وكنظن هادشي غادي يجي تدريجيا المجالس القادمه، اقولها المجالس القادمه، لان هذا المجلس راه ما يمكنش هي دابا في هذه المده الانتدابيه اللي بقات غيمكن لها تغير شي حاجه. هناك من يؤكد أنه لولا شركات التنمية المحلية لما تمكنت المدينة من إخراج مجموعة من مشاريع التنموية. شركات التنمية المحلية هو واحد النمط حديث ديال تدبير المرافق العمومية الجماعية، وهذا بصفة عامة، يعني بصفة عامة، لذلك اللجوء إلى هذا النمط بحاله بحال اللجوء إلى أي نمط، في ذلك أمر عادي جدا أن المجلس كيعبر بطريقة حرة على أن أش من نمط غادي يختار. هذه الأولى. الحاجة الثانية، الخصوصية ديال جماعة الدار البيضاء هو أنه منذ سنة 2014، يعني منذ الولاية السابقة، وخاصة مع اعتماد برنامج ديال تنمية الدار البيضاء الكبرى اللي فيه واحد العدد ديال الاتفاقيات تم توقيعها أمام أنظار صاحب الجلالة حفظه الله، أن واحد العدد ديال المشاريع، واحد العدد ديال البرامج اللي مدرجة في إطار برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى، في هذيك الاتفاقية منصوص على أنه اللي يتولى الإشراف على إنجاز ذاك المشروع ولا ذاك البرنامج إحدى شركات التنمية المحلية. لذلك فكاين واحد العدد ديال المشاريع اللي مهمة موكولة إليها. ثالثا من الناحية العملية، أعتقد بأنه ما تم إنجازه خلال 4 سنوات 5 سنوات الأخيرة عن طريق شركات التنمية المحلية ما كان يمكن أن ننجزه بالطرق الاعتيادية ديالنا كإدارة وكجماعة.